من أجد أو من أين أحصل أو من أين أشتري المحركات القوية والصغيرة لعمل الاختراعات، محركات التيار المستمر أو محركات الديسي موتور. جميع أنواع المحركات بشتى أنواعها وأشكالها وأحجامها وأسعارها تجدها في هذا الفيديو الذي سوف أشاركه معكم. لذلك لو كنت مهتم تابع الفيديو إلى الأخير وقم بعمل إعجاب. في هذا الفيديو سوف أشارك معك أحسن 3 مواقع من الإنترنت يمكنك الشراء منها المحركات القوية، محركات التيار المستمر أو محركات الديسي موتور. وللشراء من الإنترنت بطبيعة الحال نحتاج إلى إما حاسوب أو هاتف، ثم ندخل إلى إحدى المتصفحات أو متصفح جوجل كروم من أحسن، ونحتاج إلى هذه 3 مواقع. نقوم بنصب كل واحد على حدة ونقوم بعمل اللصق ونبحث في ذلك الموقع. أول موقع نبدأ به هو موقع أمازون المشهور جدا، جميع هذه الروابط تجدوها في أسفل التعليقات أو في الديسكريبشن. المهم نقوم بنصب أول موقع هو موقع أمازون، نقوم بالبحث عليه مباشرة في جوجل. إذا كما تلاحظون فأنا أرشح لكم أول موقع هو موقع أمازون، لأنه لديه العديد من المزايا. أولها يشتمل أو يحتوي أو فيه مجموعة كبيرة من المحركات الديسي موتور أو محركات التيار المستمر بشتى أنواعها وأشكالها وأحجامها مع أسعار يعني في المتناول. كما تلاحظون سوف أقوم بعمل إطلالة بسيطة، لاحظوا جميع المحركات الديسي موتور التي تتخيل أو ربما لم يسبق لك أن رأيتها سوف تجدها في هذا الموقع الرهيب جدا مع أسعار كما قلت لكم في المتناول. بطبيعة الحال ليس فقط المحركات وإنما قطع إلكترونية بشتى أنواعها وأشكالها التي تساعدك في الاختراعات. والآن سوف أشارك معكم طريقة الشراء من هذا الموقع. إذا أقترح عليكم أن نشتري هذا النوع من المحركات الديسي موتور القوي، فهو مشهور جدا ولديه شعبية في مجموعة من الاختراعات والابتكارات اليدوية. الشيء الجيد في هذا الموقع قبل أن تضغط على أي صورة للمحرك، لاحظوا في الواجهة يعطيك صورة لذلك المحرك ويعطيك اسمه وقوة تشغيله ومجموعة كبيرة من المعلومات، كذلك يعطيك التقييم وبطبيعة الحال يعطيك يعني الثمن. نقوم بالضغط ضغطة واحدة على صورة المحرك الذي قمنا باختياره. أول ملاحظة بالنسبة لعنوان الشراء، هنالك اسم المنتوج الحقيقي يعني بإصداره، إصدار هذا المحرك بالضبط، كذلك اسم الشركة، وكذلك التقييم بالنسبة للمحرك، وكذلك قوة تشغيله، لاحظوا 3 فولت. كذلك يعطيك صور مختلفة لجميع جوانب هذا المحرك من الأعلى والأسفل واليمين واليسار، وكذلك يعطيك بعض الاختراعات التي يستعمل فيها هذا المحرك، ويعطيك معلومات دقيقة حول هذا المحرك، محرك ديسي موتور. لاحظوا بالنسبة للعلامة التجارية وسرعته، وكذلك الجهد الكهرباء الذي يشتغل به، وكذلك المادة من أين مصنوع، مجموعة من المعلومات أخرى. والآن نمر إلى طريقة الشراء. ببساطة نذهب إلى هذه الجهة التي في اليسار كما تلاحظون. لاحظوا أول شيء يظهر لنا وهو ثمن هذا المحرك ديسي موتور الواحد كما تلاحظون، فهو 6 دولارات، يعني يمكنكم تحويل هذه العملة إلى دولتك. لاحظوا كذلك هنالك التفاصيل بالنسبة لطريقة التوصيل، هنالك بالأحمر يعني عدد القطع، لاحظوا تبقى 5 قطع فقط. إذا أردت الشراء ببساطة ما عليك سوى الضغط إلى اشتري الآن، وطرق الدفع هي معروفة جدا مثل البطاقة البنكية أو بايونير أو باي بال إلى آخره من طرق الدفع، يعني استعمل التي تناسبك. الآن سوف ننتقل إلى الموقع الثاني وهو موقع علي بابا. نقوم بنسخ هذا الرابط ونضعه في جوجل ثم نقوم بالبحث. كذلك موقع علي بابا فهو موقع كبير جدا، ويشتمل أو يتكون أو ضمنه مجموعة كبيرة من أنواع محركات الديسي موتور أو محركات التيار المستمر الصغيرة أو الموتور التي نستعملها في الاختراعات. كما تلاحظون يعطيك أشكال وأنواع مختلفة من الألوان والأحجام، وكذلك يعطيك التكلفة أو الثمن يعني السعر يعني واضح مع معلومات تهم كل محرك على حدة، كما أنه يعطيك يعني العملة التي تناسب بلدك بشكل أوتوماتيكي. إذا سوف نحاول الشراء من هذا الموقع. أعجبني هذا المحرك ديسي موتور، سوف أضغط على صورته ضغطة واحدة. إذا أول شيء نلاحظه بالنسبة للعنوان، ألاحظ هنالك يعني اسم المحرك ونوعه، وكذلك قوة تشغيله، وكذلك يعني الطراز، كما أنه يعطيك صور مختلفة لجميع الزوايا لهذا المحرك لتأخذ فكرة مسبقة حول هذا المحرك وتتأكد من أنه النوع الذي سوف تختاره ليس نوع آخر. وهنا يعطيك السعر أو ثمن المحرك للقطعة، وهنا طريقة الشراء أو الدفع بالنسبة لهذا الموقع. كما تلاحظون مجموعة من الخيارات من بينهم بطاقة بنكية وفيزا ماستر كارد باي بال إلى آخره من بطاقات الدفع. وإذا قمت بنزول الصفحة إلى الأسفل سوف تجد معلومات أكثر دقة عن هذا المحرك وطرق تشغيله وكل شيء يتعلق بطريقة استعماله. والآن نتحول إلى طريقة الشراء من موقع عليا إكسبريس. كذلك نفس الطريقة نقوم بنسخ هذا الرابط ونضعه في جوجل ثم نقوم بالبحث عنه مباشرة. وكما تلاحظون هذا هو موقع علي اكسبريس، فهو كذلك يعني يتكون او فيه مجموعه كبيره من المحركات الديسي موتور والموتور او المحركات القويه، لكن ليس بمقارنه الموقع الاول والموقع الثاني. الاي المهم انه يشمل على المحركات التي قد نحتاجها. مثلا كما تلاحظون انواع مختلفه من الاحجام والاشكال مع السعر ويعني معلومات في الصوره الاوليه. والان طريقه الشراء ببساطه، كل ما عليك هو ان تضغط على صوره المحرك الذي قمت باختياره ضغطه واحده، وكذلك لاحظوا بالنسبه للعنوان فيعطيك الثمن اول خانه، ثم يعطيك يعني اسم المحرك الحقيقي، ثم يعطيك بعض المعلومات الاخرى. كذلك فهو يعطيك صور مختلفة لجميع الزوايا أو الرؤى لهذا المحرك لكي تعرف بأنه فعلا هذا المحرك الذي تختاره وليس محركا آخر. والآن ننتقل إلى طريقة الشراء. ما عليك سوى أن تنتقل إلى الجهة اليسرى هكذا، ولاحظ أول شيء يظهر لك وهو الثمن وطريقة الشحن والكمية، كم من المحرك موجود. وبطبيعة الحال إذا أردت الشراء ما عليك سوى أن تضغط على شراء الآن، وسوف يعطيك طرق الدفع لكي تقوم بتأدية الثمن. وإذا سحبت الصفحة إلى الأسفل سوف يعطيك اقتراحات مجموعة من المحركات منتوجات أخرى
قد تنال إعجاب إدارة الشركة. كذلك يعطيك وصف لهذا المحرك الذي قمنا باختياره، ويعطيك صور أكثر وضوحا، كما يعطيك يعني آراء وتقييم يعني ومعلومات كثيرة جدا حول هذا المحرك. وبالتالي بعدما انتهينا من هذا الفيديو، هذه هي أهم أو أحسن ثلاث مواقع يمكنك الشراء منها عبر الإنترنت لشراء محركات ديسي موتور، يعني محركات صغيرة بشتى أنواعها وأشكالها وبأثمنة يعني في المتناول. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم. لو أعجبكم الفيديو دعمونا بعمل لايك، اشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التوصيل دائما بإحداث الفيديوهات. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.